معنا في عدد جديد من مجلة رفوف سيل 2023، موعدكم اليومي لمواكبة فعاليات الطبعة 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب. إفريقيا تكتب للمستقبل هو شعار الصالون لهذا العام، تظهر عبره سيل جملة الإبداع الفكري والإفريقي، ولا فكرة دون التطرق للقضايا العادلة، والقضية الفلسطينية تبقى أم القضايا، فخصها الصالون بفعاليات في فضاء خاص سمي فضاء غزة. دفعت الجزائر دائما عن القضايا العادلة، مستمدة دفاعها هذا من مبادئ بيان أول نوفمبر، والقضية الفلسطينية بالنسبة لنا هي أم القضايا. عن قيم نوفمبر والقضية الفلسطينية يقول إياد حفضاوي. هنا رجالك يا جزائر، اندلع منك نوفمبر مطلع المعجزات، فخط في كل صفحة كل معاني السمو ونور جهاد الأبات. كتبت وخلدت قيمه في كتب وروايات حطت على رفوف سيلة لأجيال تستقي منه روح الحياة، فاشتركت مع نوفمبر في القدسية والظروف والقيم ثورة عربية فلسطينية لنصرة المسجد الأقصى، قصها لنا روات. القيم المشتركة التي تشترك فيها ثورة أول نوفمبر التحريرية بالثورة الفلسطينية هي في الحقيقة المبادئ الأساسية، هي القيم الإنسانية التي يبحث عنها كل إنسان حر في العالم، ومنها الحرية والبحث عن الانعتاق ورفض الظلم والاستبداد والإمبريالية. نجد أن الاحتلال الفرنسي أباد الكثير من الجزائريين والجزائريات داخل المغابر داخل الكهوف، وطبق أول محرقة في التاريخ عندما أباد حوالي 90% من سكان مدينة الأغواط. الاحتلال الصهيوني الآن يطبق نفس الإبادة، يكفي هذه الأسلحة المحرمة دوليا والتي يعاقب عليها القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب، جرائم عرقية وجرائم إبادة. الجزائر دائما مع فلسطين، وإن شاء الله تحقق انتصارات كما حققوها المجاهدين ديالنا من قبل كما رانا دوكا حنا. بمناسبة أول نوفمبر وعيد الثورة الجزائرية، نعيش نفس الأحداث ونفس الوقائع في الثورة الفلسطينية وبفلسطين إن شاء الله. فنقول الشعب الفلسطيني إن شاء الله انتصار تاعكم يعني عن قريب. كل هذه الأصوات صدحت بصوت واحد، والله لننعمنك عينا، فالموعد النصر أو الشهادة، لبيك يا نوفمبر ويا قدس. الحديث عن المقاومة الفلسطينية اليوم مقرون بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة ومقاومة الجزائريين للاحتلال الفرنسي. وصالون الجزائر الدولي للكتاب لا يخلو من الكتب الموثقة لتلك الفترة المجيدة من التاريخ الجزائري. عن حضور هذه الكتب في سيلة يقول وليد زناتي. دراسات، مذكرات وتراجم شخصيات تتضمنها كتب متعددة في أجنحة الناشرين بصالون الكتاب، هي كتب تتناول رصيدا ثريا عن الثورة الجزائرية. القارئ الجزائري يعرف على تاريخ بلاده وعلى الثورة الجزائرية، والقارئين دوليا راح يعرفوا على الثورة الجزائرية وعلى الاستعمار وكيفاش نلنا الاستقلال تاعنا. نحوسوا على كتب تاريخية باش نقراو التاريخ تاعنا ونتعرفوا على الشخصيات التاريخية كما أمير عبد القادر كما كريم بالقاسم، ولا بأس لقينا كما نقولوا حضور مليح تاع الكتب. قراوا التاريخ تاعنا باش نعرفوا التاريخ تاع بلادنا، نعرفوا القيم اللي داروهم لنا، القيم الثورية. انا هذا الكتاب يسمى حبيت نخلي اثار تاع لي زيفينمون اللي عشناها حتى لانديبوندونس. باغ اكزومبل دارنا كانت تتعمر بيجوا رجال بزاف وما يخلوناش نشوفوهم، وحاجات بزاف لا مامون طيب بزاف، ومن بعد الصباح نوضو ما نسيبوهمش. ماهيش غير هذيك، من بعد شفنا باللي كاين ماما دي غارسون دي بيتي غارسون يخرجوا من المدرسه يروحوا عند مول جورنو تابا يعطيهم ميسيون.
زوار الصالون يقبلون على كتب الذاكرة وتاريخ ثورة نوفمبر تزامنا مع احتفاء الجزائر بالذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية. أجنحة اللي درت فيهم اليوم نتاع المرأة، هناك الكتاب نتاع ثورة التحرير وخاصة ذكرى 69 لاندلاع ثورة التحرير المباركة أول نوفمبر، وبهذا إن شاء الله هني نشوف الأطوار الثلاثة نتاع التعليم والجامعيين والناس اللي حضروا هنا راهم يغتنموا الفرصة باش يشروا هذا الكتاب، خاطر هذه الذكرى تذكرنا بتاريخ أجدادنا وآباتنا اللي حروا هذه البلاد، وإن شاء الله تكون هذه رسالة باش الشعب هذا دائما يولي الثورة الجزائرية. 150 عنوان جديد تم نشرها بهذه المناسبة في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية، حيث عملت الوزارة على نشر سلسلة من الكتيبات التاريخية تخص بأمجاد الثورة الجزائرية. جاءت هذه الإصدارات الجديدة بمناسبة الذكرى 79 لاندلاع الثورة التحريرية. الكتاب حفظ لتاريخ الثورة وصون لإرثها الثقيل يضمن توريث مبادئها للأجيال. الدفاع عن القضايا العادلة هو التزام، وكل كاتب له قضية هو ملتزم بها. عن الالتزام في الأدب الإفريقي يحدثنا عماد كرمة. كل كاتب ملتزم بقضية في كتاباته، والالتزام في الأدب الإفريقي محور هام يثير العديد من النقاشات بين الكتاب الأفارقة اليوم مع تغير المفاهيم من عصر إلى آخر. في هذه الجملة توجد كلمة الالتزام وكلمتي الأدب الإفريقي مع إضافة وزن القرن 21، وأتحدث عن تجربتي الشخصية كروائية وكاتبة قصص. نحاول الحديث عن الديناميكيات الموجودة حاليا بالقارة الإفريقية ومحاولات إعادة التواصل بين إفريقيا ما تحت الصحراء والمغرب العربي من أجل عمل جماعي يخص الكتابة والأدب، ولنتجاوز الحواجز اللغوية، وأراه شيئا مهما قصد إظهار أهمية الأدب وأهمية اكتساب رؤية جماعية موحدة. من بين القضايا التي يهتم بمعالجتها الكتاب الأفارقة نهضة إفريقيا، تطوير المجتمعات الإفريقية، القضاء على كل أشكال التمييز سيما العنصرية، على غرار كتاب الفكر الأبيض الصادر لنجم كرة القدم الفرنسي ليليان تورام، والكل هدفهم ترقية فكر الالتزام في الأدب الإفريقي. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذا العدد من مجلة رفوف سيلة 2023، نضرب لكم موعدا غدا في محطات جديدة من محطات صالون الجزائر الدولي للكتاب، في أمان الله. We'll be right back.